المدرسة. تفضل. عملية الموازنة تتم الآن، حدد الموازنة ثم نعرضها العملية اللي بعدها على المدير. المدير رفضها على طول، انتهينا خلاص ما عاد شيء. المدير وافق عليها نمشي. حدد الخطة حق المدرسية وين تروح. بعدها منفذين نعطيهم دراهم. بعدها نيجي مصاريف الأقسام. نفذوها مشينا، ما نفذوها نرجع للمسؤولين في الخطة. نرجع للمسؤولين في مصاريف الخطة. إذا نفذوها مصاريف الأقسام يجي عندنا المتابعة نتابعهم. بعدها تم التنفيذ، أوكي انتهينا. ما تم التنفيذ نرجع مرة ثانية للمسؤول في تحديد الخطة، مصاريف تحديد الخطة ليش ما نفذت. وكذا تنتهي الموازنة المصرية. يا سلام يا سلام، شكرا شكرا شكرا.